ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ انا علاء رمضان، وانت بتتفرج على قناة المصري على اليوتيوب. اهلا وسهلا بيكم. النهارده فيديو مختلف شويه، كنت عايز اقول لكم على شويه حاجات كده. اول حاجه مهمه بالنسبه لي وبالنسبه لكم كمان، ان انتوا سالتوني الفتره اللي فاتت دي اسئله كتير. يعني كان في اسئله كده على صفحه الفيسبوك، وفي اصدقائي في الصفحه وكده جاوبوكم عليها، وعلى اليوتيوب في شويه اسئله جات لي كده، ومن ضمنهم اسئله مهمه بصراحه عجبتني انا وعايز اجاوب عليها. وان شاء الله هبقى اجاوب على الاسئله دي كلها في فيديو، او يمكن على جزء منها عشان الوقت بتاع الفيديو كده. هبطل على لايف مباشر ان شاء الله، هيبقى فيه كل يوم بث مباشر على الساعة 6 المغرب كده، فان شاء الله انتظروني. هو مش كل يوم كل يوم يعني، بس كبداية احنا لسه بادئين في البث المباشر وكده. وانا عملت استفتاء قبل كده في المنتدى بتاع اليوتيوب، عايزين نطلع لايف بث مباشر ولا لا او كده. صح، اخترته كان بنسبة تتعدى 80%، يعني انتوا عايزين نطلع بث مباشر نجاوب على اسئلتكم وكده. فده بناء على طلبكم وعلى اللي انتوا قلتولي عليه، وان شاء الله هقدر انفذ لكم على طلباتكم قريب، وهطلع ان شاء الله بث مباشر قريب جدا، واللي هو يعني الساعة 6 بس، بكرة او بعده على حسب، بس تتراقبوا الساعة 6. وانت في الفيديو ده تقدم اسئلتك علشان ارد عليها باذن الله يوم البث المباشر، اجمع الاسئلة اللي جات لي وارد عليها. وبس كده، انتظر البث المباشر اللي هعمله قريب. وبس كده، انا علاء رمضان، اشوفكم على خير، السلام عليكم.